اقبال كبير. اقبال جدا. اتفضلي. في اقبال كبير شهدته حديقه حيوان الاسكندريه اللي استقبلت في يوم واحد بس 4000 زائر اول ايام عيد الاضحى. الحديقه بتعتبر رحله ترفيهيه طبعا تناسب كافه افراد الاسره وسعرها مناسب. نتعرف على تفاصيل اكثر يا جمانة. معنا على الهاتف الدكتوره الدكتوره امينه فتحي مدير حديقه الحيوان باسكندريه. صباح الخير يا دكتوره امينه. صباح الخير. كل سنه وحضرتك طيبه. طبعا حضرتكم طيبين كده وبصحة وسعادة يا رب، والأمة الإسلامية كلها ومصر كلها بخير وسعادة وعيد أضحى مبارك إن شاء الله علينا كلنا. مفيش أجمل من خروجة وفسحة حديقة الحيوان، سواء بقى في اسكندرية أو في القاهرة هنا حديقة حيوان الجيزة، أو دايما من الخروجات والفسح الجميلة جدا للعائلات المصرية. وصف لنا كده دكتورة أمينة الأجواء عند حضرتك، الاحتفالات، إيه الجديد اللي بتشهده حديقة الحيوان بمحافظة اسكندرية السنة دي؟ حديقة حيوان اسكندرية طبعا تعتبر من الحدائق اللي هي تاني حديقة على مستوى جمهورية مصر العربية، وخصوصا بعد حديقة طبعا الجيزة ما فيها تطوير، فهي أصبحت الحديقة الأولى. أكبر حديقة دلوقتي الأولى على مستوى مصر. وطبعا امبارح أول يوم العيد استقبلنا 4000 زائر، تاني يوم استقبلنا 10000 زائر. جميل. وطبعا دوت بسبب درجة الحرارة، إنها كانت أول يوم العيد كانت يعني درجة الحرارة مرتفعة جدا، تاني يوم كانت درجة الحرارة بدأت يعني تنخفض شوية، فيعني كان في إقبال حلو جدا من الزائرين. وخصوصا ان احنا عندنا حاجات جديده في الحديقه برضو جذبت الناس، يعني عندنا بيتنج زو مفتوح زي حديقه مفتوحه للتعامل مع لجميع الاعمار، تعامل مع الحيوانات بصفه مباشره يعني، بس حيوانات اليفه يعني ما فيهاش ضرر للاطفال او لاي عمر من الاعمار يعني. طيب اتفضلي. وحديقة حيوان اسكندرية طبعا يعني في أي أعياد أي مناسبات بنعمل برضو الاحتياطات اللازمة، على أساس إن احنا بنزود عدد التذاكر عشان ما يبقاش فيها تزاحم. مديرية الأمن بنعمل معاها تنسيق، بتمدنا بقوة أمنية برضو تمنع عملية مثلا الاحتكاك أو عملية التزاحم أو عملية أي حاجة تحصل مثلا مشاغبات، عشان برضو يتمتع الجمهور يتمتع بالحديقة. طيب دكتور أمينة، حضرتك قلت لنا أنه أول يوم كان 4000 زائر، تاني يوم كان 10000 زائر، 10000 رقم كبير ده كده مع كمان ارتفاع درجات الحرارة، بس هي ساعة الحديقة أصلا قد إيه؟ هي تستوعب هي كام زائر؟ ممكن الحديقة ممكن تستوعب لا كتير يعني، لا تستوعب، هي 24 فدان، فيعني ممكن تستوعب كتير يعني. طيب بالنسبة لمواعيد العمل في العيد بتبدأ من الساعة كام للساعة كام؟ أسعار التذاكر؟ من التذكرة زي ما هي ب 5 جنيه للفرد لجميع الأعمار، يعني مش مثلا الصغيرين بتذكرة والكبار بتذكرة، لا جميع الأعمار بخمسة جنيه. وإحنا بنبدأ من الساعة 8:30 لغاية الساعة 6. طبعا حاجة جميلة دكتورة أمينة، احنا شايفين الصور مع حضرتك على الهواء. طبعا زي ما حضرتك قلتي دلوقتي حديقة حيوان اسكندرية هي الحديقة الأولى على مستوى الجمهورية بعد التطوير اللي بيشتغل دلوقتي في محافظة الجيزة أو حديقة حيوان الجيزة. كل التوفيق لحضرتك. كمان في فعاليات جميلة جدا بتقدموها في حديقة الحيوان إلى جانب التطوير اللي بيحصل داخل الحديقة. بشكرك دكتورة أمينة فتحي مدير حديقة الحيوان باسكندرية.